اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي لقناتكم ديباغ نهيله، ومرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد العصير الرائع المنعش، وهو عصير رمان وبما يعرف بريبي جميله. كيجي رائع ولذيذ وشبيه للريبي اللي كيتباع في المحلات التجاريه دون شك، فهو ريبي منزلي بامتياز. كنحتاجو في هذا العصير ديالنا مشاهدينا الكرام الرمان طبيعة الحال، جوج حبات. انا خدمت هنا غير بجوج حبات ديال الرمان بعد ما فركتهم وضعتهم في هاد السوبر هادي. كنضيف عليها واحد 3 د المعالقات ديال السكر ديال سنيدة، اللي بغى يزيد على حسب الكمية. رغم انا درت 3 د المعالقات، شوية جاني حلو حلو قاطع، ممكن استغناو على السكر احسن. كنخلطو هاد جوج المكونات مشاهدينا الكرام مزيان، مي كيتجانسو بعضياتهم مشاهدين كيلقو لنا واحد السيرو. ضروري ما نوضعوهم، غنغطي السوبيرا ديالي وندخلها للتلاجة تقريبا مدة ديال 4 سوايع او لا اكثر، ممكن تخليه الليلة كاملة مشاهدينا الكرام. كيطلق سيرو رائع واللي كيعطينا لذة العصير ديالنا. من بعد 4 سوايع مشاهدينا الكرام غادي نخرج الرمان ديالي، كيفما كتشوفوا انتم البلاستيكه مضبة. وضروري الا كان بنادم جالس لا تفكروا يحاول يخلطوا، كل ما خلط هاد المكونات بجوج كل ما كيعطي واحد السيرو كثره ديال السيرو. كنتمنى هاد العصير هذا يعجبكم، فهو سهل التحضير. الحمد لله الرمان موجود في البلاد ديالنا، سهل وسريع التحضير. كما كتشوفوا السيرو ديالنا ها هو احمر مشاهدينا الكرام. واللي ما مشتركش في القناه ديالي يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، ويبارطاجي هذا الفيديو تكون مشاهده كامله. راه كنعاني من هذه القضيه مشاهدينا الكرام، دائما كنلقى مشاهده شويه ضعيفه. كنوضعوا الحبات ديال الرمان ديالنا في كاسرونه، كنوضعهم فوق النار تقريبا 4 دقائق ما تفوتوهاش مشاهدين، حتى كتطلع فيه الغليه. ومع التحرك مشاهدينا الكرام كيدبل لنا هذاك الحبات ديال الرمان. هانتوما كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذيك الحموريه كتنقص، كتولي في السيرو في الماء. من بعد نخلوه جانبا حتى كيبرد، ونمكسيو هاد المكونات بجوج. من بعد كان ضروري ما نضيفو ليه، ممكن نضيفو لشنا اللون ديال العصير شويه باهت، ما غاديش اللون ديال الرايبي. كنضيفو عليه واحد طريف ديال الباربا باش كيعطينا داك الكولور. احسن ما نديرو الملون. من بعد ما ميكسيناه مشاهدينا الكرام كنحاولوا نصفيو هذوك العظومه ونخليوه غير العصير. ثقوا بيا البنات، هذا العصير كيجي رائع ولذيذ وصحي، واللي عنده وليدات صغار راه نافع ليهم. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا هو العصير ديالنا. كنحاولوا نضيفوا عليه واحد الحك ديال الياغورت بنكهه ديال الفانيا ولا ديال البنان. كنحيدوا داك الحبيبات وكنخلطوا دانون ديالنا الياغورت ديالنا مع العصير، كنعاودوا نميكسيوه. انا هنا كنميكسي في المولينكس اللي مكسيت فيها وما غسلتهاش، كنميكسيو هاد المكونات ونحاولوا نضيفوا عليه واحد شويه ديال الحليب باش كنكسروا داك اللون مشاهدينا الكرام، ويعطينا اللون ديال الريبي كيف ما كتشوفوا غتشوفوا. كنتمنى المشاهده تكون كامله، ونتمنىكم تكونوا بقيتوا معايا حتى الاخير. هذه النتيجه النهائيه مشاهدينا الكرام، ريبي ناجح 100%، لذة ومذاق وشكلا، ريبي منزلي. كنشكر كل المتابعين ديالي قدام وجداد، وكنتمنى هاد الوصفه هادي تعجبهم. الى وصفه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم.